وفي ذات السياق أحيت الكنائس الرسولية في محافظة الكرك احتفالاتها بمناسبة أحد الشعنين، ففي بلدتي السماكية وحمود بمحافظة الكرك أقيم قداس إلهي ترأسه الأب أيهم زيدين بمعاونة الأب بديع من سوريا، وذلك في كنيسة القديس جوارجيوس للروم الكاثوليك احتفالاً بأحد الشعنين بمشاركة كشافة الكنيسة وجموع المؤمنين. اسمع بحبك شامل من جهلاً عصوف تبددوا. كما أقيم أيضاً في كنيسة القديس ميخائيل اللاتين في السماكية قداس إلهي ترأسه الأب إبراهيم نفاع راعي الكنيسة بحضور الأخوات الراهبات وأبناء الرعية. هوشانا هوشانا